السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، عجبكم ان شاء الله. عبارة عن ايه؟ ان انت بتعمل التصميم بتاعك كله على بعضه، ما ياخدش 10 دقايق، وتقدر تعمل الريندر وكل حاجة في ثواني. برنامج فعلا تحفة، سواء انت هتبدأ من الصفر او انت عندك الاوتوكاد او عندك صورة، اي حاجة من الحاجات دي تقدر ان انت تكمل شغل عليه. طيب خلينا نقول له تراي ناو، والموضوع هيحتاج مننا اكتر من فيديو، لان مره هنجرب مثلا ان احنا نبدا بصوره، مره نبدا باوتوكاد، مره نبدا من غير اي حاجه خالص، ومره مثلا هنحط مثلا اللايتنج، مره تانية هنشوف الريندر. فهو يعني موقع دسم، موقع فيه شويه شغل حلو. يعني اول ما بيبدا اهوت بيقول لك انت عايز تبدا انت ترسم، ولا امبورت كاد، ولا امبورت ايمج، ولا سيرش فلور بلان، ولا عندك تصميمات جاهزه تبدا تشتغل بيها. طيب هقول له درو، فممكن اقول له مثلا عايز روم، دوست حرف الاف يبدا يعمل لك الروم، او ممكن تقول له انا عايز وول، وتبدا تقول له بترسم، هو بيبدا ياخد منك معلومات. وخلي بالك ان اللي انت بترسمه هو 3 دي مش 2 دي، تمام؟ اه مجرد رسم عمل الحاجه دي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوفها مثلا 3 دي، او عايز اعمل ووك جواها، تمام؟ طيب ممكن اقول له 2 دي، بس انا عايز 2 دي السيلينج فاعكس لك اللوحه. ممكن اقول له لا، طب انا عايزها اليفيشن. طب اليفيشن في اي اتجاه؟ تدي له بس الاتجاه اني ناحيه فيهم، هو يبدا ان هو يعملها لك. مثلا انا عايزها من ناحيتي، فيبدا ياخد لك قطاع من ناحيتي. طيب انا عايز ارجع بقى للفلور عادي. اه سهل جدا تعمل سيلكت على اي حائط، ويبدا يديك امكانيه ان انت تعدل فيه وتغير فيه، ده اللي تخلي فيه كيرف، تزود، تسبلت، تقسم لو انت عايز تقسم في الحيطه اهوت. ممكن اي حاجه تسحبها، ويبدا ان هو يعدل لك كل حاجه موجوده، تمام؟ تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر، وتبدا تعدل المعلومات اللي موجوده. وزي ما انت شفت هو اوتوماتيك بيحسب لك الاريا. وممكن هنا الروم تايب تقدر تقول له مثلا دي ديننج روم. تقدر تزود حاجات من خاصه بالكونستراكشن، مثلا هي عايز تزود باب مثلا اهو، يبدا يجيب لك الابواب اللي تقدر تختار منها. تقريبا كل انواع الابواب موجوده، تمام؟ اهو مثلا الباب دوت هتسحب، وتبدا ان انت تحطه، وتقدر تحدد اتجاهه، وتقدر تعمل له فيليب، تقدر تغير النوع بتاعه، وبكل سهوله تقدر تعدل في اللينس اهوت، تقدر تعدل في الهاي، في الارتفاع بتاعك، تقدر تعدل في السيكنس زي ما انت عايز. الهاي اباف فلور يطلع قد ايه، مثلا تطلع سنتي ولا حاجه، او تقدر تعمل ريسيت، او تاخد المعلومات دي تسيفها في الموديل. طيب تقدر تقول له انا يعني، تقدر تحط كل العناصر اللي انت بتحتاجها اللي انت كنت اشتغلت بيها بكل سهوله، وتقدر تعمل لوح الكونستراكشن من خلال الموقع. يعني الموقع مش مجرد بس بيديك حاجه سهله او مبدئيه، لا، ممكن تعمل حاجات بالتفاصيل اللي فيها، تقدر تظبط الماتيريال زي ما انت عايز. تقدر تعمل فلور ايديت للحاجه، ممكن تعدل الماتيريال، الشكل دوت. فاكرين احنا بنرسم الحيطه كنا رسمناها واحدتين، فممكن اعمل سيلكت هنا واقول له انا عايز اعمل كونكت، واعلم على الناحيه الثانيه، واقول له كونفيرم. طبعا البابليك لايبراري فيه حاجات خاصه بالكيتشن، في حاجات خاصه بالديكور، في حاجات خاصه بالاوت دور. كل الحاجات دي مجرد تعمل سيلكت عليها بيبدا يجيب لك قائمه كبيره جدا، تقدر تعمل سيلكت على اي واحده فيهم ويتدخلها معاك في المشروع. مثلا ديت اهي، خلاص تبدا تحدد لها المكان بتاعها هيبقى موجوده فين اهيت، وفي اي لحظه تقدر تعدل فيها، تقدر تغير المسافات اللي موجوده، تكبرها، تصغرها، تعمل لها انعكاس، او تعمل لها ريبليس، او زي ما انت عايز. كل الكلام ده متاح، تقدر تعدل في السايز بتاعها زي ما انت عايز، تقدر تقلبها زي ما انت عايز ميرور او باك فرونت، تقدر تقفلها، تقدر تعمل لها ديليت، تقدر تعمل اري بحيث يبقى عندك اكتر من واحده لو انت عندك مثلا مطعم وعايز تفرشه. كل الكلام ده موجود بسهوله جدا زي ما انت شايف، دراج اند دروب، مجرد بس تعمل سيلكت على الحاجه
يبدأ ينزل معاك، تبدأ تحط في قلب البلاي. تمام. طيب خلينا نلغي التحديد واقول له مثلا عايز ديت، بيقول لي عايز تحطها فين؟ اكيد طبعا مش قدام الباب، فتقدر بعد شويه تقدر ان انت تزحها، تلفها، تعمل لها روتيت زي ما انت عايز. كل ده تقدر تشوفه في 3D بدون اي مشاكل خالص، توب فيو اهو، وتقدر تعمل سيلكت، تقدر تعدل، تقدر تلف، مفيش اي مشاكل خالص. وبعد ما تخلص ممكن تقول له انا عايز اعمل الريندر، فيبدأ يعمل لك الريندر بكل صورة. دخلنا على البيئة بتاعت الريندر، وتقدر تطلع ريندر بشكل كويس، سواء بقى انت عايز حاجة 3K HD، حاجة 4D UHD، رياليستيك، عايز تعمل اي حاجة من الحاجات دي، هو بيبدأ يعملها لك بشكل حلو. تقدر تسافر على 360 بانوراما، في فيديو ريندر، في تمبليت جاهز، كل الحاجات دي كلها سهلة جدا ومن غير ما تسطب برامج. فتابعونا ان شاء الله في القناة، هنبدأ نغوص مع بعض في الموقع دوت.